أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطايرة بالنادي الأهلي بقيادة مدير الفني محمد مصلح الفوز على غريمه التقليدي الزمالك الذي يقود فنيا شريف الشر... الشمرلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام مباريات المرحلة الثانية ببطولة الدوري، وشهدت المباراة تألق سيف حسن عابد لاعب الزمالك وأحمد سعيد ومحمد عادل لاعبا الأهلي وخاض الفارس الأبيض المباراة بدون لاعبين محترفين حيث رحل عن صفوفه مؤخرا الكوبي يوسفاني هرنانديز والأسباني في فينا وجاءت نتيجة الأشواط بين الفريق كالآتي الشوط الأول خمسة 23 للاهلي الشوط الثاني 25 22 للزمالك الشوط الثالث 25 21 للاهلي الشوط الرابع 25 20 للاهلي وكان الاهلي قد تفوق على الزمالك في ذهاب المرحله الثانيه بنتيجه ثلاثه اشواط نظيفه في المباراه التي اقيمت على صاله عبد الرحمن فوزي بالزمالك بتلك النتيجه انهى الاهلي مشواره في المرحله الثانيه متصدرا لجدول ترتيب برصيد 30 نقطة بينما حل الزمالك ثانيا برصيد 24 نقطة الجدير بالذكر ان الزمالك هو حامل لقب الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي الف مبروك لرجالة النادي الاهلي وهارد لك للزمالك فرحة كبيرة للاعبي نادي الاهلي بعد الفوز على الزمالك والحصول على بطولة الدوري للكرة الطائرة